فنانات وفنانين الكروشيه، ازيكم واهلا بكم في قناة لاسا كروشيه. دايما احب ابدا بان انا اشكركم على كلامكم الجميل واللايك والشير والسبسكرايب. النهارده معانا سكارف او شال معمول بخيط اليس ديفا امبر باتك، و الغرزة لطيفة جدا، تنفع تتعمل شتوي، يعني ينفع يتعمل بخيط شتوي او صيفي على حسب اللي تحبوه. انا اشتغلت شلة خيط واحدة، هو 250 جرام الشلة، واشتغلت بإبرة مقاس 3.5 عشان كنت محتاجة ان الفراغات تكون اوسع شوية على حسب ما انتي تحبي. ممكن يعني لو انتي عايزة الفراغات اقل يبقى هنشتغل بإبرة اقل. ده شكل الخيط، شكل الشالة، وهو زي ديفا بالظبط، في نفس السمك ونفس الملمس، ما يفرقش عنه اي حاجة خالص، هو هو بالظبط. هو 250 جرام و875 متر. المقاس الإبرة اللي هو مكتوب عليه ان احنا ينفع نشتغل بيه من مقاس من 1 لـ3، انا لما اشتغلت بإبرة مقاس 3 حسيت ان هو ضيق شوية، فممكن تكون شدت ايدي انا، فريحتني 3.5، انتي اللي يريحك او على حسب شدة ايدك. الجدول ده مهم جدا، بيوضح عدد الادوار اللي احنا بنكررها، يعني الدور رقم 2 هو هو الدور رقم 7 هو هو الدور رقم 12 وهكذا، والدور رقم 3 هو تكرار للدور 8 و13 و18 وهكذا بنفس الطريقة اللي موجودة في الجدول. هبدأ بعقدة بداية عادية بأي طريقة تريحك، وهعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هدخل في اول سلسلة اعمل غرزة منزلقة، دلوقتي هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، في نفس الدايرة اللي انا عملتها. طبعا لو حابة برضو تشتغلي بدايرة سحرية ممكن. في الدايرة هشتغل عمود مجمع. العمود المجمع هو غرزة أساسية معانا في الشغل، عبارة عن عمود من 3 أعمدة. بعمله ازاي؟ كأني بعمل عمود، هسحب خيط اطلع من اول حلقتين، هخلي معايا حلقتين على الإبرة، اسحب خيط مرة تاني وادخل واطلع، اسحب خيط من اول حلقتين، كده معي 3 حلقات على الابرة، اسحب خيط وادخل مرة تاني كأني هعمل عمود ثالث، واطلع من اول حلقتين، كده معي 4 حلقات على الابرة، اسحب خيط واطلع من الكل. ده كده العمود المجمع. كده انا عملت ارتفاع 3 سلسلة وعملت عمود مجمع. بعد العمود المجمع ده هعمل 2 سلسلة، وفي نفس الدايرة هعمل عمود مجمع كمان. كده احنا هتبقى الغرز الاساسية معانا هي عمود مجمع، عمود، وسلسلة. كل السكارف او شال هيبقى كله بالشكل ده. طيب يبقى عملت عمود مجمع، 2 سلسلة، عمود مجمع، دلوقتي هعمل سلسلة واحدة وهكرر نفس اللي عملته، عمود مجمع، كده، واتنين سلسلة وعمود مجمع مرة كمان، يبقى الدور ده عبارة عن 3 سلسلة، عمود مجمع، 2 سلسلة، عمود مجمع، سلسلة واحدة، عمود مجمع، 2 سلسلة، عمود مجمع.
هرتفع 3 سلسلة الدور الجاي، 1 2 3، وألف الشغل بتاعي في فراغ الـ2 سلسلة. هعمل عمود مجمع كده و2 سلسلة، وفي نفس الفراغ هعمل 2 عمود مجمع بينهم سلسلة كده، عمود مجمع سلسلة في نفس المكان، عمود مجمع ثالث. يبقى أنا في الفراغ ده اشتغلت عمود مجمع 2 سلسلة، عمود مجمع سلسلة واحدة، عمود مجمع. بعد كده هشتغل سلسلة واحدة في فراغ السلسلة اللي أنا عملته في الدور اللي فات، هشتغل عمود عادي، عمود واحد فردي عادي، وكل اللي عملته هنا هرجع أكرره الناحية التانية. يعني هشتغل دلوقتي سلسلة واحدة في الفراغ اللي عندي هنا من 2 سلسلة، هشتغل فيه عمود مجمع أولاني، أدي واحد كده، ده أول عمود معايا. بعد كده سلسلة واحدة وأعمل عمود مجمع تاني، ده كده التاني. بعد التاني بعمل 2 سلسلة وبعمل في نفس المكان عمود مجمع تالت وأخير للدور ده. كده خلص الدور ده، اشتغلته كله زي بعض. للدور الثالث هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وألف الشغل في فراغ الـ2 سلسلة. هعمل عمود مجمع ده كده أول عمود، هعمل 2 سلسلة، 1 2 في نفس الفراغ، هعمل عمود مجمع تاني بعد كده هعمل سلسلة واحدة وفي بعتذر في غرزة العمود المجمع التاني ده، في الغرزة بتاعته مش في فراغ السلسلة اللي بعده، لا في الغرزة بتاعته هدخل وهعمل عمود مجمع وبعد كده سلسلة واحدة وفي نفس المكان هعمل عمود مجمع تاني. بعد العمود المجمع ده هعمل 2 سلسلة، 1 2، وفوق العمود العادي هعمل عمود عادي برضو، و2 سلسلة. بعد كده هكرر كل اللي عملته هنا، هكرره هنا، هاجي في غرزة العمود المجمع التاني او الوسطاني هعمل عمود مجمع وسلسلة واحدة وعمود مجمع تاني في نفس المكان. وهعمل سلسلة واحدة وفي فراغ الـ2 سلسلة هعمل 2 عمود مجمع او عمود مجمع و2 سلسلة وعمود مجمع. ادي ده الاولاني 2 سلسلة، عمود التاني
بالشكل ده. كده يبقى خلص الدور التالت. الدور الرابع هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وألف الشغل بتاعي في فراغ ال2 سلسلة بين أول عمودين. هعمل عمود مجمع، 2 سلسلة عمود مجمع تاني. اتنين سلسلة عمود مجمع، 1 بالشكل ده. دلوقتي هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهروح على فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين اللي قبل العمود، وهعمل فيهم عمود مجمع، 1 2 3. ده كده أول عمود مجمع وسلسلة واحدة. وفي نفس المكان هعمل عمود مجمع تاني، بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2، في غرزة العمود ده هشتغل 3 عمود، 1 2 3 عمود، وارجع اكرر 2 سلسلة في فراغ السلسلة اللي بين اول عمودين، هشتغل فيه عمود مجمع، 1 سلسلة وعمود مجمع تاني، 1 2 3، و 2 سلسلة، 1 2، واروح على الفراغ اللي بين العمودين الاولانيين واشتغل فيه عمود مجمع، 2 سلسلة، 1 2، وفي نفس المكان عمود مجمع اخير. طبعا لازم اخلي بالي من في فراغات عندي 2 سلسلة وفي فراغات سلسلة واحدة، فعلى حسب المكان اللي انا بشتغل فيه كل مكان ليه عدد من السلاسل معين. كده خلص الدور الرابع. للدور الخامس هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وألف الشغل في فراغ ال2 سلسلة. هشتغل عمود مجمع، 2 سلسلة عمود مجمع كمان في نفس المكان، بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، هروح على الفراغ اللي بين العمودين دول هشتغل فيه عمود مجمع، 1 2 3. ده كده أول عمود مجمع وسلسلة واحدة في نفس المكان. أعمل عمود مجمع تاني. بعد العمود المجمع ده هعمل 2 سلسلة، 1 2، هروح على أول عمود عندي. في أول عمود هشتغل 2 عمود، 1 2، هعمل سلسلة واحدة. في آخر عمود هشتغل 2 عمود، 1 2، وكده أبقى فوت العمود الوسطاني. دلوقتي هرجع أكرر تاني كل اللي عملته هنا. هعمل 2 سلسلة، وهنا هعمل عمود مجمع، 1 2 3، وسلسلة واحدة
وعمود مجمع تاني في نفس المكان. بعد كده هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، واروح على الفراغ اللي بين فراغ الاتنين سلسلة بين العمودين المجمعين الاخرانيين، اعمل عمود مجمع واحد اتنين سلسلة، وفي نفس المكان اعمل اخر عمود مجمع في الدور الخامس بالشكل ده. كده ده شكل الشغل. الدور السادس هرتفع ثلاثة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وألف الشغل. أنا دايما كل الأدوار عندي بتبدأ بان انا ارتفع ثلاثة سلسلة، و في فراغ الاتنين سلسلة بين اول عمودين مجمعين بعمل عمود مجمع واتنين سلسلة وعمود مجمع، ما عدا في دور واحد بس هو اللي بيختلف، لما نوصله هنعرفه. لكن كل الادوار بتبدأ بنفس الطريقة وتنتهي بنفس الطريقة، بعمود مجمع في فراغ الاتنين سلسلة واتنين سلسلة وعمود مجمع تاني في نفس الفراغ. بالشكل ده بعد كده هعمل سلسلة واحدة و فوق العمود المجمع التاني ده اللي انا بدأت بيه الشغل او نهيت بيه الشغل من الدور اللي فات، هعمل فوقيه عمود بعد كده هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، وهروح على هروح على اول عمود، غرزة اول عمود هنا، الغرزة بتاعت اول عمود مجمع مش السلسلة الفراغ، في غرزة العمود ده هعمل عمود مجمع وسلسلة واحدة، وفي نفس المكان هعمل عمود مجمع تاني. بعد كده هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هروح على اول عمود هنا هشتغل فيه عمود، والعمود اللي بعده هشتغل فيه عمود، وهعمل ثلاثة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هروح على اول عمود يقابلني هشتغل فيه عمود، العمود التاني هشتغل فيه عمود، وهعمل بعد كده اتنين سلسلة، واحد اتنين، واكرر نفس الشغل اللي انا اشتغلته الناحية دي، هروح على العمود التاني، العمود المجمع التاني في غرزته هعمل عمود مجمع وسلسلة واحدة وعمود مجمع تاني في نفس المكان. بعد كده هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، في غرزة العمود المجمع اللي جاي هعمل عمود في فراغ الاتنين سلسلة، بعد العمود ده هعمل سلسلة واحدة
في فراغ الاتنين سلسلة هعمل عمود مجمع. انا كده بنهي الدور بعمود مجمع اتنين سلسلة عمود مجمع كمان في نفس الفراغ. بالشكل ده، ده كده شكل الشغل بنهاية الدور السادس. للدور السابع هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ألف الشغل بتاعي. الدور السابع هو الدور اللي بدايته مختلفة. ازاي؟ في فراغ الـ2 سلسلة هعمل عمود مجمع واحد، و2 سلسلة، وهروح على غرزة العمود المجمع. مش هعمل في الفراغ هنا، لا هعمل في غرزة العمود المجمع. هعمل عمود مجمع 2 3 وسلسلة واحدة، وفي نفس المكان هعمل عمود مجمع تاني. بالشكل ده دلوقتي هعمل سلسلة واحدة، وفوق العمود اللي عملته هعمل عمود، كان في عمود هنا فردي هعمل عمود برضو. بعد كده هعمل سلسلة واحدة وهروح على غرزة العمود المجمع الأولاني أعمل فيها عمود مجمع، وسلسلة، وفي نفس المكان هعمل عمود مجمع كمان. بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2، هروح على العمود الاولاني اعمل فيه عمود، والعمود اللي بعده هعمل فيه عمود. الدور اللي فات كنت عاملة 3 سلسلة، دلوقتي هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي كل عمود هشتغل عمود، وهبدأ اكرر نفس اللي عملته في الناحية دي هعمله الناحية التانية كمراية ليه. هيبقى 2 سلسلة، 1 2، هروح على غرزة العمود المجمع التاني اعمل فيها عمود مجمع وسلسلة وعمود مجمع في نفس الغرزة. وسلسلة، عمود فوق العمود، وسلسلة فوق العمود الأولاني في غرزة العمود الأولاني العمود المجمع الأولاني هعمل عمود مجمع، 1 3، 2 سلسلة، سلسلة واحدة، وعمود مجمع تاني في نفس المكان. بعد كده هعمل 2 سلسلة، في فراغ الـ2 سلسلة اللي بين العمودين المجمعين هعمل عمود واحد مجمع، بالشكل ده. كده يبقى خلص معايا الدور السابع. للدور الثامن هشتغل، هرتفع 3 سلسلة وألف الشغل،
في اول فراغ عندي من الاتنين سلسلة هشتغل فيها عمود مجمع، اتنين سلسلة عمود مجمع تاني في نفس الفراغ، بعد كده هعمل سلسلة واحدة وهروح على غرزة العمود المجمع الأولاني اللي عندي، هشتغل فيها عمود مجمع، وسلسلة واحدة وعمود مجمع تاني في نفس المكان. بالشكل ده. بعد كده هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين في غرزة العمود، هعمل عمود بعد العمود هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين في غرزة العمود المجمع التاني، ده الاولاني ده التاني، هشتغل فيه عمود مجمع، اتنين تلاتة وسلسلة واحدة وعمود مجمع تاني في نفس المكان. بعد كده هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين فوق اول عمود هشتغل عمود، فوق تاني عمود هشتغل عمود برضو. الدور اللي فات كنت عاملة 5 سلسلة، الدور ده هعمل 3 سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هروح على أول عمود أشتغل فوقي عمود، والعمود اللي بعده أشتغل فوقي عمود برضو بالشكل ده. بعد كده هكرر تاني نفس اللي عملته في الناحية التانية كمراية، اتنين سلسلة هروح على غرزة أول عمود أعمل فيها عمود مجمع، اتنين تلاتة وسلسلة واحدة في نفس المكان أعمل عمود مجمع تاني. بعد كده هعمل اتنين سلسلة في غرزة العمود، هعمل عمود بعد العمود هعمل اتنين سلسلة في غرزة في غرزة بعتذر جدا، بعد في الغرزة اللي جاية هشتغل ايه، هشتغل في انهي عمود، هشتغل في غرزة العمود التاني هشتغل عمود مجمع، وسلسلة واحدة وعمود مجمع تاني في نفس المكان، وسلسلة هروح على فراغ الاتنين سلسلة هعمل فيه عمود مجمع، اتنين سلسلة عمود مجمع، واحد اتنين واخر عمود مجمع معايا في الدور ده. كده يبقى خلص معانا الدور الثامن بالشكل ده. للدور التاسع هشتغل هرتفع زي البداية العادية، واحد اتنين تلاتة سلسلة وألف الشغل. في فراغ الاتنين سلسلة بين أول عمودين مجمعين هشتغل
عمود مجمع، واحد اتنين تلاتة واتنين سلسلة، وعمود مجمع كمان في نفس الفراغ. بالشكل ده البداية العادية. بعد كده هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين في فراغ السلسلة اللي بين العمودين اللي بعد كده، هشتغل عمود مجمع، واحد اتنين تلاتة وسلسلة وعمود مجمع كمان في نفس الفراغ. بعد كده هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين في العمود اللي عندي، هعمل تلاتة عمود تلاتة واتنين سلسلة، واحد اتنين. هروح على فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين دول، اعمل عمود مجمع سلسلة عمود مجمع كده، اول عمود مجمع سلسلة واحدة وعمود مجمع تاني في نفس الفراغ. بالشكل ده بعد كده هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين هروح على اول عمود عندي، اشتغل في عمود، تاني عمود اشتغل في عمود، وهعمل سلسلة واحدة، وهروح على أول عمود أشتغل عمود، وتاني عمود أشتغل فيه عمود، واتنين سلسلة، واحد اتنين. لو تاخدوا بالكو احنا كده بدأنا شوية نقفل شكل الدايموند اللي في النص، هنا كانت طالعة على يعني وسعت لغاية لما عملنا 5 سلسلة، وبعد كده عملنا 3، وبعد كده عملنا سلسلة، والدور الجاي هنقفلها خالص. وفي نفس الوقت احنا بدأنا نبدأ واحدة جديدة هنا اللي هي 3 عمود، هي الدايموند دي كانت بدايتها هنا 3 عمود. فالدور اللي انا شغالة فيه ده انا اشتغلت زيه هنا، الدور 9 هو الدور 4، بس بنزود عليه ان احنا بنقفل الدايموند اللي هنا. دور 4 ما كانش فيه دايموند بقفلها، لكن كان فيه بداية ببدأ فيها. فالدور 9 اللي انا شغالة فيه ده هيتكرر معانا تاني في الأدوار اللي جاية، وكل يعني هي هما عبارة عن 5 أدوار وأنا بكررها. بعد ال2 عمود عملت 2 سلسلة، في فراغ السلسلة اللي بين العمودين المجمعين هعمل عمود مجمع سلسلة عمود مجمع، ادي اول عمود مجمع سلسلة، تاني عمود مجمع بالشكل ده. بعد كده هعمل 2 سلسلة فوق العمود، هعمل 3 عمود لبداية دايموند جديدة، 3 عمود عادي مش مجمع ولا حاجة، 2 3 واتنين سلسلة،
وفي فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين اللي جايين أعمل عمود مجمع. وسلسلة واحدة وعمود مجمع كمان. بعد كده هعمل سلسلتين، اتنين سلسلة، واحد واتنين، وفي فراغ الاتنين سلسلة هعمل عمود مجمع. اتنين سلسلة وعمود مجمع كمان. كده خلص معايا الدور التاسع. للدور العاشر هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وألف الشغل في نفس في فراغ الاتنين سلسلة بين العمودين. هشتغل نفس البداية، عمود مجمع، 2 سلسلة، وعمود مجمع تاني في نفس المكان. بعد كده هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، في فراغ السلسلة بين العمودين اللي جايين. هشتغل عمود مجمع، 1 سلسلة وعمود مجمع تاني في نفس الفراغ. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، 1 2، عندي 3 أعمدة هنا لبداية الدايموند الجديدة. في أول عمود هشتغل 2 عمود، 1 و2، هعمل سلسلة واحدة، هفوت العمود الوسطاني. في العمود الثالث هشتغل 2 عمود بالشكل ده. الدور العاشر برضو هو عبارة عن تكرار للدور الخامس، مع الفرق بس ان في الدور رقم 10 انا بقفل الدايموند. بعد الاتنين عمود سلسلة 2 عمود هعمل 2 سلسلة، 1 2، في الفراغ هنا بين الاتنين عمود مجمع هعمل عمود مجمع، 1 و ده كده عمود، كده عملت عمود مجمع. هعمل سلسلة في نفس المكان، هعمل عمود مجمع تاني بالشكل ده. بعد اخر عمود مجمع عملته هنا هشتغل 2 سلسلة، 1 و في اول عمود عندي هعمل عمود. في العمود اللي جاي واللي بعده هعمل تناقص، يعني هدخل في العمود اللي جاي اقفل، اسحب خيط واطلع من اول حلقتين، اخلي الحلقتين دول معايا على الابرة، ادخل جوه العمود اللي بعده اسحب خيط واطلع، اسحب خيط واطلع من اول حلقتين، كده معايا 3 حلقات على الابرة، اسحب خيط واطلع من الـ3 مع بعض. كده انا العمودين دول قفلتهم بغرزة واحدة. واعمل عمود في اخر عمود. كده الـ4 عمدان اللي كانوا عندي اتحولوا بقوا 3 غرز، 3 يعني عمود وتناقص وعمود تاني، يعني بقوهم هنا. ادي دي غرزة العمود، دي اول، دي غرزة اول عمود، ودي غرزة تاني عمود، ودي غرزة تالت عمود. فكده بقى عندي 3 غرز بدل
اربع غرز للاعمدة. طيب بعد كده هرجع اكرر تاني، اتنين سلسلة، في فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين اعمل عمود مجمع وسلسلة وعمود مجمع في نفس المكان. بعد كده اتنين سلسلة في التلات أعمدة اللي هنا، هعمل عمود في أول عمود وعمود كمان في نفس العمود وسلسلة واحدة، وأفوت العمود اللي في النص في آخر عمود، أعمل عمودين برضو، واحد اتنين. دي بداية للدايموند الجديدة. بعد كده هعمل اتنين سلسلة في فراغ السلسلة هنا، هعمل عمود مجمع، واحد اتنين تلاتة، سلسلة واحدة في نفس المكان، عمود مجمع تاني. بعد كده اتنين سلسلة، واحد اتنين في فراغ الاتنين سلسلة، اعمل عمود مجمع، اتنين سلسلة، عمود مجمع، اتنين سلسلة، عمود مجمع كمان في نفس الفراغ، وكده يبقى خلص الدور العاشر بالشكل ده. للدور الحداشر هشتغل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وألف الشغل في أول فراغ اتنين سلسلة، هشتغل في عمود مجمع، اتنين سلسلة، عمود مجمع كمان. بعد كده هعمل سلسلة واحدة وفي غرزة العمود المجمع اللي ده اللي انا فيه، اللي هو بين، انا اشتغلت فيه فراغ اتنين سلسلة بين العمود ده وده، في غرزة العمود ده هشتغل عمود عادي علشان ابدأ اأسس لدايموند جديدة. بعد العمود اللي عملته هشتغل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هروح على غرزة اول عمود مش الفراغ، في غرزة العمود نفسه المجمع هشتغل عمود مجمع، وسلسلة، وفي نفس المكان هشتغل عمود مجمع كمان بالشكل ده. بعد كده هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هنا هبدأ اكبر الدايموند اللي عندي، هعمل في اول عمود عمود، واحد في تاني عمود هعمل عمود برضو، الدور اللي فات كنت عاملة سلسلة واحدة، الدور ده هعمل تلاتة سلسلة، في اول عمود عندي هشتغل عمود بعد التلاتة سلسلة، في تاني عمود هشتغل عمود، اتنين سلسلة بعد كده، واحد اتنين، في فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين هشتغل عمود مجمع، سلسلة واحدة، عمود مجمع تاني في نفس الفراغ. بعد كده اتنين سلسلة، واحد اتنين، التلات غرز اللي عندي هعمل فيهم تناقص كلهم، يعني كأني هعمل فيهم عمود مجمع، هدخل في اول غرزة اعمل عمود ومكملوش، ادخل في تاني غرزة اعمل عمود ومكملهوش، ادخل في تالت
غرزة، اعمل عمود وما كملهوش، هيبقى معايا 4 حلقات زي العمود المجمع اللي انا شغالة بيه طول الشغل. هاخد خيط وهطلع من الكل، كده بقت غرزة واحدة، وكده الدايموند ايه اللي عندي اتقفلت. بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2، هروح على فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين اللي جايين، اشتغل عمود مجمع سلسلة واحدة، عمود مجمع تاني بعد كده 2 سلسلة، 1 2، في أول عمود هعمل عمود، في تاني عمود هعمل 2 عمود، 3 سلسلة، 1 2 3، في أول عمود هعمل عمود، في تاني عمود هعمل عمود برضو، بعد كده 2 سلسلة، 1 2، في فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين هعمل عمود مجمع سلسلة واحدة، عمود مجمع كمان في نفس الفراغ. بعد كده 2 سلسلة وعمود، في فوق غرزة العمود ده اللي انا إيه لا فوق غرزة العمود ده هيبقى إيه اللي هو بداية الدايموند الجديدة، هيبقى فوق العمود ده، فوق الغرزة العمود ده اللي هو إيه تاني عمود من قصدي إيه أول عمود من ناحيتي دلوقتي من ناحية الشغل، إيه في نهاية السطر هعمل عمود في الغرزة نفسها. بعد العمود هعمل سلسلة واحدة، وفي فراغ الـ2 سلسلة هعمل عمود مجمع و2 سلسلة وعمود مجمع كمان، انهي بيه الدور بتاعي ده كده الشكل بنهاية الدور. ده كده شكل الشغل في نهاية الدور 11. قفلت الدايموند الاولانية، و كان عندي هنا في 3 سلسلة في الدايموند الجديدة. هبدأ الدور الـ12 بارتفاع 3 سلسلة، 1 2 3، وألف الشغل. الدور الـ12 هو تكرار للدور السابع، والدور السابع البداية بتاعته مختلفة زي ما قلنا، هو الدور الوحيد اللي بدايته مختلفة. هعمل فيه فراغ الـ2 سلسلة عمود مجمع، 1 بعد العمود المجمع بعمل 2 سلسلة، 1 2، في غرزة العمود المجمع ده هشتغل، خلي بالي عشان انا عندي عمود مجمع وعندي عمود عادي، ففي غرزة العمود المجمع هشتغل عمود مجمع سلسلة واحدة في نفس المكان، عمود مجمع تاني بالشكل ده. بعد كده هعمل سلسلة واحدة فوق العمود، هشتغل عمود بعد العمود هعمل سلسلة واحدة، و
صاحبي، هروح على غرزة أول عمود يقابلني، أول عمود مجمع، في غرزة العمود نفسه مش في فراغ السلسلة، هعمل عمود مجمع سلسلة، عمود مجمع كمان بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2، هروح على أول عمود عندي من العمدان العادية، هعمل عمود في أول عمود وعمود في تاني عمود، هعمل بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وعمود في أول عمود وعمود في تاني عمود. دلوقتي هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وفي غرزة أول عمود في غرزة تاني عمود بعد السلسلة هنا، لأني أنا بشتغل مراية، في غرزة تاني عمود بعد السلسلة هشتغل عمود مجمع وسلسلة، وفي نفس المكان عمود مجمع تاني بعد كده هشتغل سلسلة واحدة في غرزة التناقص اللي انا عملتها في الدور اللي فات، هعمل عمود واحد وسلسلة واحدة، واروح على غرزة اول عمود يقابلني، اول عمود مجمع هشتغل فيها عمود مجمع كده، انا بدأت المراية وسلسلة، وفي نفس المكان عمود مجمع تاني بعد كده 2 سلسلة، 1 2، في أول عمود عندي هعمل عمود، في تاني عمود هعمل عمود، بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، أول عمود هعمل فوقي عمود، تاني عمود هعمل فوقي عمود، بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2، في غرزة تاني عمود من العمود المجمع هعمل عمود مجمع، 1 2 3، وسلسلة واحدة وعمود مجمع تاني في نفس المكان، بعد كده هعمل سلسلة واحدة فوق العمود هعمل عمود، وسلسلة، وفي غرزة العمود الأولاني هشتغل عمود مجمع و سلسلة واحدة، وفي نفس المكان هشتغل عمود مجمع تاني بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2، وفي فراغ الـ2 سلسلة هشتغل عمود مجمع أخير أنهي بيه الدور الـ12 بالشكل ده. ده كده شكل
الشغل في نهاية الدور 12. الدور 13 هبدأ. الدور 13 هو تكرار للدور 8. هبدأ بارتفاع 3 سلسلة، 1 2 3، وألف الشغل. في فراغ الاتنين سلسلة هعمل عمود مجمع، اتنين سلسلة عمود مجمع تاني في نفس المكان، بعد كده هعمل سلسلة واحدة في غرزة أول عمود مجمع عندي، هعمل عمود مجمع سلسلة عمود مجمع تاني في نفس المكان بالشكل ده، بعد كده هعمل اتنين سلسلة، 1 2، هعمل عمود فوق العمود، واتنين سلسلة، وفي غرزة أول عمود مجمع هعمل عمود مجمع سلسلة عمود مجمع تاني في نفس المكان بعد كده هعمل اتنين سلسلة، 1 2، في اول عمود عندي هعمل عمود، في العمود التاني هعمل عمود، بعد كده هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، فوق اول عمود هعمل عمود، فوق تاني عمود هعمل عمود، وبعد كده هعمل اتنين سلسلة، 1 2، فوق غرزة اول عمود مجمع هعمل عمود مجمع وسلسلة واحدة وعمود مجمع تاني في نفس المكان بعد كده هعمل اتنين سلسلة، 1 2، فوق العمود هعمل عمود، اتنين سلسلة، هروح على غرزة تاني عمود مجمع، مش الاولاني التاني، اعمل فيها عمود مجمع. انا برضو بكرر بعمل نفس اللي عملته الناحية التانية عشان هي مراية وسلسلة وفي نفس المكان عمود مجمع تاني بالشكل ده، بعد كده اتنين سلسلة عمود فوق اول عمود عمود في تاني عمود، ثلاثة سلسلة، 1 2 3، عمود في أول عمود وعمود في تاني عمود، بعد كده اتنين سلسلة، 1 2، وفي اول عمود مجمع في غرزة اول عمود مجمع هعمل عمود مجمع، 1،
وسلسلة واحدة وفي نفس المكان هعمل عمود مجمع تاني. بعد كده 2 سلسلة، 1 2 فوق العمود هعمل عمود، 2 سلسلة فوق تاني عمود مجمع في غرزة العمود المجمع التاني هعمل عمود مجمع، وسلسلة وعمود مجمع تاني في نفس المكان. وسلسلة واحدة وفي فراغ الـ2 سلسلة هشتغل عمود مجمع، 1 2 3 و2 سلسلة وعمود مجمع في نفس المكان. بنهي كده الدور 13 بالشكل ده. بداية الدور 14 هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3 وألف الشغل بتاعي في فراغ الـ2 سلسلة بين أول عمودين مجمعين. بعمل عمود مجمع اتنين سلسلة عمود مجمع تاني في نفس المكان، بعد كده 2 سلسلة، 1 2 في فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين اللي جايين هعمل عمود مجمع، 1 سلسلة وعمود مجمع في نفس المكان. بالشكل ده. بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2 فوق العمود هعمل 3 عمود، 1 2 3 بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2 في فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين اللي جايين هعمل عمود مجمع، 1 سلسلة وعمود تاني في مجمع في نفس المكان. بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2 في أول عمود عندي هعمل عمود، في تاني عمود هعمل عمود، 1 سلسلة وهروح على أول عمود أعمل عمود كمان، وتاني عمود أعمل عمود بالشكل ده. بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2 في فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين دول هعمل عمود مجمع، 1 سلسلة عمود مجمع كمان في نفس المكان. بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2 في العمود هشتغل 3 عمود، 1 2
ثلاثة، احنا قلنا ان الدور 14 هو تكرار للدور رقم 9، وهو نفسه الدور رقم 14 ده هيتكرر معايا تاني. انا كنت بدأت هنا الدايموند دي، هنا وقفلتها وطلعت، وهعمل واحدة تاني فوقيها وفي اتنين دايموند برضو على الجنب. هكمل بعد التلات عمود، هشتغل اتنين سلسلة، واحد اتنين، في فراغ السلسلة بين العمودين هشتغل عمود مجمع، وسلسلة واحدة وعمود مجمع تاني في نفس المكان. بعد كده اتنين سلسلة، واحد اتنين، اول عمود هشتغل فوقي عمود، تاني عمود هشتغل فوقي عمود، واحد اتنين تلاتة سلسلة، عمود فوق اول عمود وعمود فوق العمود. ايه لا، هنا مش تلاتة سلسلة، اسفة، هنا سلسلة واحدة، احنا الدور اللي فات عملنا التلاتة سلسلة، وهنا في الدور ده عملنا هنا سلسلة واحدة، يبقى سلسلة وعمود فوق العمود. عشان انا كده بقفل الدايموند، عمود فوق العمود التاني، اتنين سلسلة، في فراغ السلسلة اعمل عمود مجمع، واحد اتنين تلاتة، سلسلة واحدة، عمود مجمع تاني في نفس المكان. اتنين سلسلة فوق العمود، هعمل تلاتة عمود، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، في فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين اللي جايين اعمل عمود مجمع، سلسلة، عمود مجمع كمان في نفس المكان. بعد كده هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، وفي فراغ الاتنين سلسلة بين اخر عمودين مجمعين هعمل عمود مجمع، اتنين سلسلة، عمود مجمع. كده خلص الدور 14 بالشكل ده. لدور 15 هرتفع تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وألف الشغل، هعمل في فراغ الاتنين سلسلة هعمل عمود مجمع، اتنين سلسلة، عمود مجمع تاني في نفس المكان. وبعد كده هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، في فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين هعمل عمود مجمع، وسلسلة وعمود مجمع تاني في نفس المكان. واتنين سلسلة، واحد اتنين، فوق اول عمود من التلات اعمدة هعمل اتنين عمود، واحد اتنين،
وسلسلة، هفوت العمود اللي في النص، العمود التالت هعمل فوقيه 2 عمود برضو. الدور الـ15 هو تكرار ل خمستاشر هو تكرار للدور 10 وتكرار للدور 5. 15 هو تكرار للدور 10. كل اللي بيحصل فيه بس هو ان انا الدايموند المفتوحة بكمل فيها، والدايموند اللي بتتقفل او هقفلها بكمل فيها. هما 5 ادوار انا بفضل اكرر فيهم. وصلت كده هنا عند الـ2 عمود، هعمل 2 سلسلة، 1 2 في فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين، هشتغل عمود مجمع سلسلة واحدة، عمود مجمع تاني في نفس المكان، بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2 هعمل عمود في اول عمود، العمود التاني والتالت هعمل فيهم تناقص، خلي معايا حلقتين على الابرة، ادخل في العمود التالت اسحب خيط واطلع 3 حلقات، اسحب خيط واطلع من الكل، كده عملت تناقص. في رابع عمود اعمل عمود، بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2 وفي فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين هعمل عمود مجمع وسلسلة واحدة وعمود مجمع تاني في نفس المكان. بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2 وفي الـ3 عمدان اللي اشتغلتهم هنا عشان أبدأ دايموند جديدة، هعمل زي ما عملت هنا، لان هنا كده هيبقى عندي 3 دايموند، ادي واحدة التانية التالتة، هشتغل هنا برضو نفس الشغل و المفتوحة هقفل، المفتوحة هكمل في ان انا افتحها، واللي خلاص بتتقفل هقفلها، يعني دي خلاص دي دايموند خلاص انا بقفلها، هشتغل فيها التناقص هنا، واللي لسه ببدأها هكملها، علشان حابة بس اشرح لكم في النص كده احنا بنعمل ايه علشان تبقى الشكل واضح بالنسبة لكم. هشتغل في اول عمود 2 عمود، 1 2 وسلسلة، وهفوت العمود اللي في النص، والعمود التالت هشتغل فيه عمود التاني، كده اشتغلت فيه عمودين. بعد كده 2 سلسلة، 1 2 وفي فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين هعمل عمود مجمع وسلسلة وعمود مجمع كمان في نفس المكان. بعد كده 2 سلسلة، 1 2 وهعمل عمود فوق اول عمود وتناقص في العمود التاني والتالت، اخليهم غرزة واحدة، وعمود فوق رابع عمود 2 سلسلة، في فراغ السلسلة بين العمودين المجمعين اعمل عمود مجمع وسلسلة وعمود مجمع كمان. اتنين سلسلة فوق اول عمود من التلاتة، هشتغل عمودين، 1 2 وسلسلة،
افوت عمود، في الثالث اشتغل عمودين برضو، واحد اتنين، بعد كده هعمل اتنين سلسلة في فراغ السلسلة بين العمدين المجمعة، اعمل عمود مجمع ده الاولاني، سلسلة واحدة، عمود مجمع الثاني، بعد كده هعمل ثلاثة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، واعمل اخر اتنين عمود مجمع في فراغ الاتنين سلسلة، عمود مجمع ده كده الاولاني، اتنين سلسلة وعمود مجمع الاخير كده. ده شكل الشغل بعد نهاية الدور 15. زي ما متوضح في الجدول، الارقام كل رقم بيتكرر في انهي دور. لو في اي حاجة مش واضحة اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد عليكم، واسيبكم تكملوا باقي السكارف او الشال. ده شكل السكارف بعد ما خلص. اتمنى انه يكون عجبكم وتكون الغرزة سهلة وكل حاجة واضحة، واشوفكم في باترونات جديدة ان شاء الله. باي باي.